ما إن تحقق الانقلاب وأسقطت الميليشيات الدولة ونهبت مؤسساتها، وهو ما تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية التي باتت العنوان الأبرز لمرحلة سلطة الانقلابيين. كان البنك المركزي أبرز ما استحوذت عليه جماعة الحوثي وصالح التي أصابت العمود الفقري للاقتصاد الوطني بالشلل، وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي كما تسبب بتدهور متسارع للعملة المحلية خلال عامين. النقطة الأولى الحرب، الأمر اللي أدى إلى توقف عجلات الاستثمار. النقطة الثانية يعني اللي هي استنزاف العملات الصعبة من البنك المركزي. النقطة الثالثة يمكن اعتبارها المضاربة يعني بالعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. مقابل العملة المحلية بدا ارتفاع سعر الدولار مهولا في مجتمع يعد متوسط الدخل الفرد فيه دولارين ونصف الدولار في أحسن الأحوال، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة متوقعة في بلد يعيش معظم سكانه تحت خط الفقر. الانهيار المفاجئ والسريع للعملة الوطنية تتسبب بمضاعفة المعاناة لأبناء مدينة تعز المحاصرة منذ عامين، حيث كان متوسط دخل الفرد مثلا بشكل عام ما يعادل دولارين ونصف يوميا، حاليا مع الانهيار السريع للعملة لن يتجاوز متوسط دخل الفرد اليومي سوى دولار واحد. هنا في محافظة تعز يبدو الأمر مختلف تماما بسبب الحرب والحصار الذي تفرضه الميليشيا، كما أنتجت واقعا معيشيا صعبا أوصل حالها إلى انعدام السيولة للعملة المحلية، وباتت التعاملات المالية كالحوالات لا تزيد عن 100,000 ريال. لم يعد التلاعب في أسعار العملات الأجنبية هو المشكلة الوحيدة، بل أن انعدام السيولة أصبح هو الهاجس الأكثر قلقاً، وهو الأمر الذي جعل المصارف يضعون لافتات إعلانية تؤكد للعملاء عن عدم قدرتهم الالتزام بمتطلباتهم المالية فوق المبلغ المحدد ب100,000 ريال. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.